بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله هكلمك على طرق الإعدام بالحرق اللي كانت موجودة في معظم الدول الأوروبية في الأزمنة القديمة والوسطى. تعالى، أول طريقة من طرق الحرق هي بتسميها طور الثور النحاسي، الإعدام بالحرق بالثور النحاسي أو داخل الثور النحاسي. الطريقة دي اخترعت باليونان في القرن السادس قبل الميلاد. في الملك، ملك اسمه فاليريس، الملك ده عايز يعمل طريقة إعدام مبتكرة، فطلب من اللي حواليه إن أنا عايز طريقة إعدام مبتكرة. ففي حكيم اسمه بيريلاوس اخترع طريقة، هذه الطريقة أصبحت أكثر الطرق شيوعا في تنفيذ حكم الإعدام في اليونان القديم. اختراعها عبارة عن فكرة طور نحاسي، عبارة عن هيكل نحاسي لطور مفرغ بالكامل من جنب من أحد أجنابه، بحيث إن فيه فتحة كبيرة، فتحة مفرغ بالكامل من الداخل، ولكن ليه فتحة كبيرة من أحد الأجناب بحيث إن يدخلوا الشخص اللي عايزين يعدموه من خلال هذه الفتحة. وبعد ما يدخلوا الشخص ده يشغلوا النيران أسفل منه لغاية لما يموت داخل بالحرق داخل جوه هذا الهيكل للثور النحاسي. وكان هذا المخترع عامل في رأس الثور عامل مجموعة من الأنابيب والسدادات بحيث إن هي تعمل تكبير لصوت صرخات الشخص كأنها زي هدير الثور. الطريف في الموضوع ان المخترع ده لما اهدى الهيكل ده للملك، اول حاجه الملك امر انه هذا المخترع يتم وضعه داخل هذا الثور، وبالفعل وضعوا هذا المخترع داخل الثور واشعلوا النيران اسفل الثور، والمخترع قعد يصرخ صرخات شديده جدا. تاكد الملك ان هذا الاختراع جيد، فامر باطفاء النيران قبل ما يعني يتاثر بها هذا المخترع. تاني طرق من الإحراق كانت الإحراق بلهب النار. الإحراق بلهب النار دي كانت زي يولعوا في قش حوالين المتوفى، دي كانت حوالين الشخص المطلوب إعدامه. دي كانت طريقة بتستخدم لإعدام السحرة والخونة والخارجين عن المعتقدات الدينية السائدة في أوروبا. كانت بتتم بثلاث وسائل. الوسيلة الأولى إن هم يجيبوا الشخص في منتصف الحجرة، الحجرة دي مليانة بالقش، يربطوا الشخص ده بعمود في منتصف الحجرة، وبعدين يرموا القش، يغطوا جسمه بالكامل بالقش، وبعدين يولعوا النار في الخشب والقش الموجود إلى أن يحترق الشخص احتراق كامل. الطريقة الثانية إنه كان بيربطوا الشخص، أو الوسيلة الثانية إنه يربطوا الشخص بعمود برضه في منتصف الحجرة، ولكن الأخشاب والقش توضع لغاية مستوى الركبة تقريبا، يعني يحطوا القش حوالين الطرفين السفليين لغاية لغاية الركبة، وبالتالي جسمه الباقي كله عريان. وفي هنا عشان تعذيب الشخص اكتر تبتدي النيران تلتهم القدمين فالساقين فالفخذين، تطلع على الحوض، البطن، الصدر، الاطراف، لغايه لما تصل للراس والشخص يتوفى. فدي كانوا بيعتبروها طريقه مهمه جدا من طرق تعذيب الشخص قبل اعدامه. ودي كانت على سبيل المثال اعدموا في المانيا 100,000 شخص تم اتهامهم بالسحر والشعوذه في القرون الوسطى بهذه الطريقه. وفي محاكم التفتيش في القرنين الخامس عشر والسادس عشر برضو اعدمت حوالي 13,000 شخص بهذه الطريقه. الطريقة الثالثة أو الوسيلة الثالثة للإحراق بإن هم يجيبوا يولعوا في خشب أو قش أو حبال. الطريقة الثالثة دي كانت بالحبال. كانت قبائل في القرن التاسع عشر
قبائل الاباتشي. انا كنت فاكر الاباتشي الطيران بس، ده طلع كان فاكرها طياره، لكن ده طلع ان في حاجه اسمها قبائل الاباتشي. قبائل الاباتشي دي من الهنود الحمر، كانوا بيجيبوا المستوطنين البيض بيلفوا جسمهم بعده حبال حوالين جسد الشخص ويسيبوا رجليه مش متكتفه مش متقيده، يعني يلفوا حبال على جسمه داير ما يدور، وفي طرف من الحبل الحر، الطرف الحبل الحر ده يروحوا مولعين فيه النار، فالشخص من شده النيران هم بيسيبوه ان هو يجري، يفضل يجري من شده النيران وهم بيتفرجوا عليه وهو بيتعذب من شده النيران، وبعد كده يروحوا طافيينه بميه بارده ويكرروا تاني ويلفوه بحبال تانية ويخلوه يسيبوه برضه يجري ويتعذب ويقعد يحاول يتقلب يمين شمال عشان يطفي النيران، وبرضه يجيبوا يكتفوه تاني بالنيران وبالأحبال وهكذا لغاية لما الشخص يموت. في طريقة أخرى للإعدام كانت الإعدام بالسوائل المغلية. الإعدام بالسوائل المغلية ده بيجيبوا إناء ضخم يستوعب جسم الشخص، هذا الإناء طبعا الأول بيجرده الشخص من ملابسه ويحطه في الإناء ده سائل مغلي، ممكن يكون زيت، ممكن يكون أحماض، ممكن يكون رصاص مذاب، ممكن يكون قطران، أو يحطه فيه مية باردة ويحطه الشخص وبعدين يسخنوا المية لدرجة الغليان والشخص بداخله. دي الطريقة دي استخدمت على نطاق واسع في عهد الملك هنري الثامن، في ده الكلام ده في منذ عام 1531، ولكن حديثا قيل ان عادي امين كان استخدم الطريقه دي في اعدام اعداء. هناك طريقه اخرى استخدمت في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي في جنوب افريقيا اثناء فتره التمييز العنصري، وبرضه استخدمت ايضا في البرازيل وهايتي، كانوا بيجيبوا الكاوتش، اطار السياره ده، الكاوتش ده يحطوه حوالين العنق للشخص، والكاوتش ده ممتلئ بالكيروسين، وبعدين يروحوا مولعين فيه النار ويسيبوه حوالين العنق بتاع الشخص يذوب بفعل الحراره وتنزل الاثار بتاعته على الجسم بطريقه شديده الالم في احداث الوفاه. اخر حاجه هنتكلم عليها النهارده هو الاعدام بالشموع. طبعا احنا كلنا عارفين انه الشموع دي بتستخدم في الرومانسيه، في لكن هناك في العصور الوسطى كانت الشموع دي بتستخدم في الاعدام، يجيبوا الشموع الكبيره اللي هي بيسموها شموع المواكبيه، اللي هي بتاعت المواكب، الشموع المواكبيه دي بتاعت المواكب اللي هي كانوا بيضيئوا بيها الطرق اثناء الموكب الليلي للملوك، فدي كانوا بيعملوا جرح في جسم الشخص عدة جروح ويثبتوا هذه الشموع في جسم الشخص وبعدين يقيدوا الشخص على ظهره وينيموه، وبعد ما يثبتوا في هذه الشموع وهو نايم على ظهره يبتدوا يولعوا فيها ويسيبوا الشخص يموت على نار هادية بكل هدوء وكل برود. هذه هي الدول الأوروبية كانت تعيش في هذا أو هذه النماذج الوحشية من إعدام البشر إلى أن بدأت تتطور في طرق أكثر رحمة وأكثر إنسانية مما كانت عليه في الماضي. سعدت جدا بحضراتكم ونلتقي دوما على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.